دكتور ويليام، بشأن الأباط اللي لما حصل عملية ذبح المدرس ولم ينتفضوا لهذا الحادث، واللي أنا استغربته أن هناك العديد من الأباط من ضمنهم أصدقاء عندي وعندك وعند الدكتور رأفت، قاموا بعملية حملات ضد تصريحات ماكرون اللي هم أساسا برضو ما شافوهاش ولا سمعوا عنها، مجرد أن هم ماشيين مع الموجة، ونرفض الإساءة ونرفض مش عارف الازدراء ونرفض مش عارف ايه، وهو ما حصلش لا إساءة ولا ازدراء، في حين ان هم بينشروا حملات الدعم ديت سوري بجهل او بدون علم ووعي بتصريحات ماكرون نفسها. لقينا ان من جانب اخر هناك اسلاميون متشددون بيتنكروا لتضامن الاباط، يعني يا ريت حتى نرصد يا جو هم على طبعا الشاشه هم يعني بعضهم الاسلاميين بيقول لك، يعني بيقول لك الا الحبيب عباد الصليب. طب انت يعني انت ازاي؟ طبعا هو الاقباط للاسف يعني كثير من هؤلاء يعني ذميين خاضعين للمناخ السائد في مصر، ويعني يقومون بهذه التصريحات بهدف الحصول على إعجاب السلفيين، والسلفيين بيعتبروهم كفار. ما هو ده اللي بترصده البوستات، يعني الناس بيقول لك هم نصارى ولن يرضوا عنك ومش عارف ايه وكلام، يعني للأسف. وبعدين على فكرة عمليات المقاطعة اللي طالب بها أردوغان، أنا شفت النهاردة تقرير على القناة الأولى من التلفزيون الفرنسي من داخل تركيا تتحدث عن المقاطعة. المنتجات الفرنسية موجودة في جميع المحلات وبيقوم الأتراك بشرائها، وكل اللي بيقوموا بعمليات دي مع عدد قليل جدا من الناس، والأكثر من ده الصيدليات في تركيا لا تستطيع التخلي عن الأدوية الفرنسية، طبعا ليس هناك بديل لها في داخل تركيا. فطبعا كلها دعاوي هوجاء يعني وموجة، يعني بيحاول أردوغان، على فكرة أردوغان يقوم بهذا وهو في موقف صعب جدا جدا الآن داخل تركيا. هناك تململ بين الشباب التركي ضد أردوغان، وكما تعلم خسر أردوغان الانتخابات في اسطنبول مؤخرا، في عمودية اسطنبول كسبتها المعارضة، وبعدين قال أنه في تزوير في هذه الانتخابات وأعادها مرة ثانية، وكسبت المعارضة هذه الانتخابات مرة ثانية. هو مثل أي ديكتاتور بيحاول يستخدم ورقة الدين، ونحن نعرف أن من يلعب بالنار تحرقه، زي ما حصل مع السادات. مظبوط. السادات لعب ورقة الدين فأحرقته. ف يعني أنا أطالب يعني من يريد أن يتعرف على الحقيقة أن يدخل إلى موقع الرئاسة الفرنسي، خطابات ماكرون موجودة بالفرنسية وبالعربية يستطيع قراءتها، ويرى ماذا قال ماكرون على وجه التحديد. طيب يا دكتور، وبعدين الحملة اللي بتتعرض لها فرنسا بتتعرض لها منذ سنوات عديدة لكون أنها فرنسا، لأنها فرنسا، لأنها الدولة التي تدافع عن عن حرية الحرية، الرأي والتعبير، عن مدينة حقوق النور. الإنسان في كل مكان. يعني يكفي أن نعلم أن ماكرون مثلاً من تصريحاته الخاصة فيما يتعلق بالفاكسان، بالمصل الخاص بكورونا، قال عندما تصل أي شركة إلى هذا المصل سيكون ملكية لجميع الناس في العالم، وستدفع فرنسا من ميزانيتها جزء لتمويل شراء هذا المصل للدول الفقيرة. طبعا يعني حملة ممنهجة ضد فرنسا لأنها فرنسا، ضد فرنسا وضد قيمها. طيب أنا بشكرك جدا يا دكتور ويليام لهذه المتابعة، ويعني أفتح المجال لدكتور رأفت للحديث معك، لأن هذا الأمر الحقيقة يهمنا جميعا. فرنسا مدينة النور، أهلا وسهلا، وحضرتك تراهن ونحن نراهن معك أنها ستبقى مدينة النور برغم المحاولات المستميتة من قبل الإسلاميين لإظلام هذه الدولة هم العظيمة. يعني عدد السلفيين في فرنسا 50,000، بدأت المواجهة الحقيقية معهم يعني.
طيب اتفضل يا دكتور رافع. طب دكتور ويليام معلش، في حاجتين اعتقد ان احنا يعني في 8 مليون مسلم موجودين في فرنسا، طبعا جزء منهم قليل هو الناس اللي هاجروا الى فرنسا منذ عقود، والاجيال اللي بعد كده الجيل الاول والجيل الثاني فعليا اصبحوا ناس فرنسيين لهم نفس حقوق الفرنسيين، بيتكلموا اللغة كلغة أولى، يعني ناس عايشين في البلد ديت البلد الحر دوت. فتفتكر إيه اللي ممكن يحصل؟ لأنه كمية الراديكالية اللي بتحصل، يعني احنا شفنا أنه الناس دول سنهم صغير اللي قاموا بالحاجات دي، يعني بالذات موضوع ذبح المدرس، فمعنى كده أنه في راديكاليزيشن، يعني بيحصل نوع من إزكاء التطرف في ناس ممكن يكونوا أصلا أبعد ما يكون عن كده إن هم نشأوا في هذا المكان والموقع بالحرية بتاعته وغيره. تفتكر فرنسا ممكن تعمل إيه؟ ده الجزء الأولاني من السؤال، مع 8 مليون بالذات مع مناخ الحرية اللي هم ما يقدروش يجوا على الناحية التانية ويقولوا إحنا بندافع عن الحرية، وفي نفس الوقت بسبب التناسل وبسبب الزيادة الشديدة جدا في عدد المسلمين مع النقص الشديد اللي بيحصل في الريبرودكتيف باور، أو يعني القدرة على الزيادة مع الأوروبيين الموجودين، ففي رأيك يعني فرنسا هتعمل إيه في الثمانية مليون؟ هو الحقيقة يعني تأذن لي في تصحيح الرقم، السلفيين والراديكاليين المسلمين بيبالغوا في عدد المسلمين الموجودين في فرنسا. عدد المسلمين في فرنسا حوالي 5 مليون، ومع ذلك تظل أقلية كبيرة، يعني 10% من تعداد الشعب اللي هو 50 مليون. الفرنسا عدد تعداد فرنسا 66 مليون. بس على أي الأحوال، على أي الأحوال ماكرون في خطابه في 2 أكتوبر اتخذ قرار في منتهى الخطورة. هذا القرار يتمثل في فرض العملية التعليمية بشكل إجباري على جميع الأطفال في فرنسا اعتبارا من سن 3 سنين. المشكلة أن السلفيين كانوا بيدخلوا منين؟ بيدخلوا أنه في قانون في فرنسا بيسمح بإقامة المدارس الخاصة، فما بيقوموا بعدم إدخال أولادهم لهذه المدارس وفتح مدارس سرية بيعلموهم على كيفهم يعني. فاتخذ قرار بأنه بإلغاء هذه المدارس وبيقوموا بالتفتيش على هذه المدارس وابتداء من الفصل الدراسي القادم سيكون على جميع التلاميذ من سن 3 سنين اللجوء الدخول في مدارس فرنسية عامة. الاستثناء الوحيد للتعليم في المنازل اللي كان بيدخل منه سلفيين سيكون لحالات الطبية زي مثلا المعاقين اللي هم disabled أو for special needs، دول بيسمحوا لهم إن هم يتعلموا في البيت. محاربة الظاهرة دي، ظاهرة التطرف بين الشباب، لن يجري حلها بين يوم وليلة، ستكون يعني مسألة طويلة وبعيدة المدى. وبعدين الحرب التي يشنها الإسلام السياسي ضد فرنسا لن تنتهي بين يوم وليلة، ورغم القرارات الصعبة اللي هتاخدها فرنسا خلال الأيام اللي جاية، مش معنى ده إنه مش هتتم عمليات إرهابية. وزير الداخلية حوالي أسبوع قال المشكلة مش إنه مش هتبقى في عمليات إرهابية، المشكلة العملية الإرهابية اللي جاية إمتى. بس احنا بنشتغل يعني طبعا الشاب اللي جه شيشاني والشاب اللي جه التونسي ده وصل فرنسا من 4 ايام. يا نهار ابيض، وصل فرنسا من 4 ايام من ايطاليا. كان في المراكب اللي كانت تغرق وانقذته جمعيات حقوق الانسان اللي ماسكه بواخر عشان تنقذ
سبحان الله. اللاجئين، وما راح إيطاليا اداله الصليب الأحمر الإيطالي وثيقة على إنه لاجئ، وبهذه الطريقة دخل فرنسا. يعني شوف الفرق بين ناس بتحاول تنقذ ناس من الموت، ومن تنقذه من الموت يأتي لقتل ناس داخل هذه البلاد. ربنا يرحمنا. فمواجهة الإرهاب لن يعني تنتهي بسرعة، سوف تستغرق وقتا طويلا، قد يستغرق سنوات، ولكن حقيقة أؤكد أن هناك وعي كبير جدا الآن لدى الحكومة الفرنسية قياسا على الحكومات السابقة. تمام. يعني يكفي مثلا أن هناك 51 جمعية إسلامية تحت الفحص الآن، وتم أمس الأول إغلاق جمعية البركة سيتي. البركة سيتي دي من أكبر الجمعيات، بيسموها NGO في فرنسا، اللي هي بتقدم مساعدات، بتلم تبرعات وبتمول الإرهاب في نفس الوقت. ما هو احنا لازم نقضي على البؤر، لازم نقضي على البؤر، واحنا كمان كشعب مصري التي هناك توجه لحلها التجمع الفرنسي لمكافحة الإسلاموفوبيا، ده من أكبر الجمعيات والمنظمات وتتلقى تمويلات من الخارج. فأعلن وزير الداخلية أنه في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء سوف يقدم مشروع قرار لحلها. هذه الجمعية تقوم بعملية هراسمنت، يعني بتحرش بالفرنسويين، بالمفكرين الفرنسويين اللي يفكروا يوجهوا انتقادات لأسلوب عملها. انت الاتهام بالإسلاموفوبيا يوجه عادة للأشخاص حتى داخل مصر وخارجها، حتى يمنعونا من التحدث عن الحقيقة، حتى يمنعونا من الإشارة إلى مناطق الانتهاك الحقوق. فطبعا في فرنسا لم يعد هناك خوف من هذه الاتهامات الآن. طيب دكتور ويليام، أنا الحقيقة بشكر حضرتك لهذا الرصد الدقيق للأوضاع في فرنسا، ونتمنى أن يكون الفترة الجاية زي احتمالية وزير الداخلية الفرنسي أنه ربما ستحدث أحداث إرهابية، أنا أرى ربما أقرب الأحد القادم أثناء القداسات، ولكن فرنسا تتعافى. الجيش نزل على فكرة، ما احنا قلنا يا فندم، قلنا بس نزل 7000 جندي لحماية مش الكنائس بس، منشأت. لحماية جميع دور العبادة بما فيها الجوامع والكنيسة اليهودي. طيب أنا الحقيقة يعني ما فيش تمييز في فرنسا يعني. الحقيقة أنا بشكر حضرتك جدا لهذه الصورة التي نقلتها إلينا بوضوح عن الوضع الفرنسي، وإن شاء الله تتعافى فرنسا، ونحن كشعب مصري نتضامن مع فرنسا ومع أي دولة ضد الإرهاب، لأن احنا من تجرعنا الإرهاب ومن سالت دمائنا بسبب الإرهاب، فنعلم جيدا خطورة هذا ال بيسموه الإرهاب الأسود على العالم، وإن شاء الله يتعافى فرنسا ويتعافى العالم. شكرا جدا. ألف ألف شكر. دكتور ويليام ويصا، الكاتب والصحفي الكبير والمقيم بعاصمة النور باريس الفرنسية.